هلا انتوا اللي تعودتوا عليه تعودتوا على الطريقه التقليديه بالكلاسيكال كنترول، انه في عندي انا نيوميريتر ودينومينيتر مزبوط. فالنيوميريتر عندي هون، هاي ايش بتكون النيوميريتر؟ بيكون هو معاملات البسط، وببدا باعلى نون زيرو فاليو، فراح اخذ هون انا بس واحد. اذا هاي هون اعطتني هذا النيوميريتر، عرفته هو هلا لحد الان هو معرف بس كاري، اري فيها 1. وراح اعرف الدينومينيتر، خلينا ناخذ سكند اوردر اندر دام سيستم 1 1 2. هلا راح اعرف السيستم كونتينوس بيساوي ترانسفير فانكشن ل شو تكون عندي الان. هلا تكون عندي ترانسفير فانكشن، والترانسفير فانكشن هاي هي سكند اوردر، بعرف انها اندر دامب اوفر دامب او كريتيكلي دامب. كيف بدي اعرف؟ بشوف خير المميز، مش هيك؟ بنطلع على المميز. ايش المميز؟ بقول لي انه هل الروتس تبعت، ايش الروتس تبعت الترانسفير فانكشن هاي؟ شو بتمثل لي؟ هاي هي الكاركترستيك ايكويشن، والجذور تبعتها شو هي؟ البولز. والجذر تبعها شو راح يعمل في الدينومينيتر؟ شو راح يعمل في المقام؟ ايش راح يخلي قيمته؟ لو عوضت الجذر تبع المقام في زيرو، واذا قسمت شيء على زيرو ايش بعطيني؟ انفينيتي. هذا هو تعريف البول. اذا البول هو اي فاليو لاس، واس سميناها اي فريكونسي سميناها ايش الفريكونسي بنسميها اس؟ الها اسم كومبلكس فريكونسي، والكومبلكس فريكونسي الها تو كومبوننتس ريل وايماجينري مزبوط. واذا بدي اعمل بلوتينج للكومبلكس فريكونسي على بلين، شو اسمه البلين اللي بعمل عليه بلوتينج؟ الاس بلين. والاس بلين الاكس اكسس تبعه شو هو؟ الريل. والواي اكسس تبعته؟ اذا هلا هذه انا ممكن اعمل الان عليها اعطيها ستيب. لاني ما منعت الاوتبوت انه يطلع، راح المفروض يعمل لي بلوتينج. لا لو انه عمل كان بيرجع للكوماند لاين الجديد، مش هيك؟ ما عمل. اوكي ماشي. اذا هذا الكل واضح، مش هيك؟ هذا اخذته كله بالكنترول. اوكي هذا سكند اوردر، هذا اندر دام ولا اوفر دام؟ واضح انه اندر دام. ايش في له مواصفات هون شايفينها؟ في له اوفر شوت، وفي له رايز تايم، في له سيتلينج تايم. والفريكونسي هاي ايش هي الفريكونسي؟ اسمها اللي مبينه معي هلا هون، هاي الفريكونسي. اي فريكونسي بين هون لو قست هاي الفريكونسي؟ على فكره هذا السؤال، هاي تتغير الفريكونسي ولا كونستانت؟ تتغير يعني في البدايه بتبدا مثلا كبيره بعدين بتصير صغيره ولا بالعكس؟ ما تتغير. شو اسمها هاي الفريكونسي؟ دامب. اذا اوميجا، اوميجا دي، اوميجا دي. هذه هي الدامبت فريكونسي. اوكي اوميجا دي. طب اوميجا ان وين بشوفها؟ الناتشرال اندامبت فريكونسي. وزيتا وين بشوفها؟ في اذا رسمت الانفلوب هذا، مش في انفلوب بقدر ارسمه من هون؟ ايش معنى كلمه انفلوب بالعربي؟ غلاف. انفلوب يعني زي اطار او غلاف، او انفلوب معناها هي مغلف. مش بقدر ارسم خط من هون نازل بهذا الشكل يغلف هاي يحتويها، وخط موازي او مقابل له صوره طبق الاصل عنه بوازيه مزبوط. هذا الديكي شو القيمه تبعته؟ اي تو ذا ايش؟ ماينس زيتا اوميجا. مين حكى ماينس زيتا اوميجا؟ اشكرك. إذا احنا لو جينا طلعنا هذا السكند اوردر سيستم، لو رسمت انا انفلوب هون يحتوي هذا كله، ورسمت واحد ثاني راح يكون ميرور له حوالين هذا الخط، هذول الخطين، هذا هو عبارة عن اي تو ذا ماينس زيتا اوميجا. ولذلك احنا بنحكي عن واحد على زيتا اوميجا ان، شو بنسميه؟ شو بنعتبره؟ واحد على زيتا اوميجا ان، كأنه ايش؟ كأنه تايم كونستانت لسكند اوردر سيستم، مزبوط؟ إذا اوميجا ان ما بتبين هون، مين اللي ببين هذا؟ ايش الفريكونسي اللي هون هاي؟ هاي لو اجيت قست هذا الزمن هو نفسه هذا الزمن، هو نفسه هذا الزمن، وهذا الزمن هو راح يكون له علاقه باوميجا. اذا اوميجا دي هي اللي راح تبين معنا، ماشي واضح؟ هذا مراجعه للي اخذتوه في الموديلينج اند سيميليشن. هلا لو اجينا هذا السيستم بدي احوله لديجيتال سيستم، ليش راح احتاج احوله لديجيتال سيستم؟ ليش ما اضل انا مبسوط؟ هي كل شيء ممتاز عندي، وعندي الاوب امبس تبعتي، وعملت الاوب امبس وصممتها، جبت اوب امبس وصممتها وعملت فيها بي و اي دي وكل الاشياء، وعملت كنترولر مزبوط، ما فيش مشكله. وهي عندي الكونتينوس، هذه انا على فكره سي سيس سي كونتينوس. ليش بدي اغلب حالي؟ ليش بدي احوله هذا ديسكريت؟ ايوه تمام، بدخله على الكمبيوتر. ايش بدي اعمل فيه الكمبيوتر؟ بدي اتحكم فيه، مش هيك؟ ممكن استعمل بيك. هلا لو انا بدي اعمل بيك مايكرو كنترولر، ايش راح يعمل بيك مايكرو كنترولر؟ راح يكون في زي سكاننج تايم او في انتربت.
مش انتوا بتعرفوا تعملوا التايمر؟ مش في عندكم تايمر في البيك مايكرو كنترولر؟ مش ممكن تقول التايمر انا بدي كل 10 ملي سكندز يعطيني انتربت؟ وشو بتعمل كل 10 ملي سكندز؟ بتروح بتقرا كل الانبوتس، بتعالج الانبوتس هدول حسب الكنترولر تبعتك، وبعدين ايش بتعمل؟ بتطلع الاوتبوتس، بترد بعد 10 ملي سكند. 10 ملي سكندز وقت طويل جدا في حياه المايكرو بروسيسور، مزبوط؟ او المايكرو كنترولر بيقدر يعمل اشياء كثيره ثانيه، فليش يضل مضيع وقته هو يعمل سكاننج للانبوتس؟ كل 10 ملي سكندز او 100 ملي سكندز يعني 0.1 سكند بعمل له انتربت، والانتربت هذا بيجي من تايمر. بس يجي الانتربت في انتربت سيرفيس روتين، شو بعمل انتربت سيرفيس روتين؟ بيقرا كل الانبوتس من العالم الحقيقي، بدخلهم، بعالجهم اذا بده يعمل عليهم بي اي دي او بده يعمل اللي بدك اياه فزي او اي شيء ثاني، وبعدين ايش بعمل؟ بطلع له، وبعدين برجع بعمل الاشياء الثانيه اذا في اشياء ثانيه بده يعملها لحد ما يجي انتربت جديد. هذا الزمن مهم. ليش؟ ايش بنسميه هذا الزمن؟ هذا هو السامبلينج تايم. بالماتلاب بعطيه الرمز كابيتال تي. فكابيتال تي طبعا كابيتال تي بده يناسب السيستم اللي احنا بندرسه. اذا السيستم سريع جدا يمكن اضطر السامبلينج تايم يكون 1 مايكرو سكند، اذا السيستم بطيء جدا يمكن السامبلينج تايم يكون 1 سكند. والشيء الجديد اللي راح يدخل علينا هون، السيستم ممكن يصير الان الستابيليتي تبعت السيستم ما بتعتمد بس على الترانسفير فانكشن، هاي صارت تعتمد كمان على السامبلينج تايم. فالسامبلينج تايم راح يصير شيء مهم بالسيستم الجديد من هون. مثلا لو كان عندي السامبلينج تايم 0.1 سكند او 0.01 سكند الى اخره حسب القيمه اللي انا بختارها. هلا بسمح لي الماتلاب وما راح ادخل انا بالتفاصيل، بس في طرق معينه يدويا نقدر نحول احنا من الترانسفير فانكشن. المعامل الاساسي في الهاي ترانسفير فانكشن شو كان؟ الاوبريتر الاساسي اس، واس ايش بيمثل؟ لا لو عملت اس على سيستم، لو عملت بروسيسنج اس على سيستم مررته في اس او في دي في على دي تي، دي يو على دي تي ديفرنشيشن، واذا مررته في واحد على اس شو راح يعمل؟ انتجريشن. هلا اللي بقابله في عالم الديجيتال في عندي لوك اسمه زد، في بلوك تاني اسمه واحد على زد. هلا زد نفسه بهمنيش كثير، بهمني واحد على زد. واحد على زد هو تاخير بمقدار ايش؟ ايش تتوقع مقدار التاخير؟ تي. فباخذ السامبل بخزنها عندي لفتره كابيتال تي، وات ايفر السامبلينج تايم تبعت السيستم كله ككل موجوده، وهون بتبين معي. فلما بطلع هون بلاقي القيمه الحاليه للفيريبل، وهون بتكون القيمة السابقة قبل واحد على تي من الزمن. فأنا عمالي بخزن القيم السابقة. طب ليش ما أخزن القيم المستقبلية؟ ليش ما أستعمل زد؟ مش واحد على زد القيم السابقة؟ إيش زد راح تكون؟ القيمة المستقبلية اللي بعد تي، هل هذا ممكن؟ لا. هل أنا بقدر أعرف شو القيمة المستقبلية للفيريبل؟ هذا المبدأ اسمه الكوزاليتي. كوزاليتي ما بقدر اخرق مبدا الكوزاليتي، بقدرش اعرف فاليو مستقبلي، بقدر اعرف الفاليو السابق. اذا هذه ما راح تلاقوا، راح تلاقوا كل المستعملين هون. فانا شو راح اعمل الان؟ الفكره العامه الان في الديجيتال كنترول انه انا باخذ الاوتبوت وباخذ الانبوتس. باخذ الانبوت وباخره 1 سامبل 2 سامبل 3 سامبلز حسب ما السيستم تبعي بحتاج، والاوتبوت باخره 1 سامبل 2 سامبل. فانا مش بس عارف قديش الانبوت الان، بعرف ايش كان قبل 1 تي، قديش كان قبل 2 تي، قديش كان قبل 3 تي، قديش كان قبل 4 تي. هون بدأت يدخل عندي سيستم داينامكس، مش هيك؟ ما عم بطلع على الكرنت فاليو، بطلع على الفاليوز السابقه. وكمان بالنسبه للاوتبوت بطلع على الفاليوز السابقه تبعت الاوتبوت، بخزن الاوتبوت الحالي واللي قبله واللي قبله واللي قبله. هلا هدول اذا دمجتهم بقدر اطلع الاوتبوت بدلاله الانبوت والباست فاليوز اوف ذا انبوت والباست فاليوز اوف ذا اوتبوت. هيك صار عندي سيستم داينامكس. ليش اهميه النيورال نتوركس؟ لانه اهميه النيورال نتورك بسمح لي اني ادمج هدول بويتس معينه. والويتس هاي متذكرين كلمة ويتس؟ وين اجت معنا كلمة ويتس؟ نيورال نتوركس. وكنا نغير الويتس مش هيك؟ نتعلم، ولما نتعلم شو يعني؟ شو يعني تعلم؟ غير الويتس بحيث انها تحقق لي اللي مطلوب من هون، هذا المبدا الاساسي. خلينا نشوف مثال. لو جينا اطلعنا الان على مثال، رح نيجي الان رح احول هاي الترانسفير فانكشن. ففي عندي اول شيء رح احدد السامبلينج تايم، انا رح احدد السامبلينج تايم بواحد. طبعا مباشرة بس عملت تي، ايش رح يصير عندي في الورك سبيس الان؟ هاي تي صار واحد، وعندي الدينومينيتر موجود والنيوميريتر موجود، والسيستم هو ترانسفير فانكشن، هو تعرف عليه على ترانسفير فانكشن. في حين الدينومينيتر والنيوميريتر ايش هم؟ اريز. اوكي، اذا هلا تي صار عندي معروف. هلا راح اعمل وراح احول، راح اقول سيس دي. الدي اختصار لايش؟ ديسكريت. ديسكريت ان تايم. هلا هون راح يكون ديسكريت ان تايم بيساوي
continuous to discrete. باخذ sys continuous t. وأظن لازم أحط zero order hold. مين أخذ transducers؟ متذكرين السامبل and hold؟ وين قلنا السامبل and hold مهمة؟ في هاي الحالة. ففي هاي الحالة مهمة عندي zero order hold. zero order hold أنا راح أعمل سامبل للسيجنال بس ما راح أتركها بعدين. إيش راح أحافظ؟ راح أحافظ عليها طول فترة t. فلما بعمل سامبلينج للسيجنال راح تضلها موجودة عندي طول فترة t. اللي بحافظ عليها مين كان هناك في حالة الكاباستر أوكي هو نفس الإشي هل راح أحافظ عليها هون في داخل ال في داخل ال المايكرو كنترولر أول إذا هون شوفوا شو عملنا عملنا C2D C2D التو هون إيش معناها تو إلى continuous to discrete حولنا continuous إذا هاي function موجودة في الماتلاب بس شو أعطيته تو parameters مهمين قلت له أخذ الترانسفير فانكشن تبعت السيستم الكونتينيوس سيستم اللي هي شو كانت واحد على S سكوير بلس S بلس 2 مظبوط وبعدين أعطيناه تي أنا ما حطيته هون حطيته كفاريبل ما حطيتهوش كفاليو كان ممكن أحط واحد وبعديها إيش حطيت زيرو أوردر هولد زيرو أوردر هولد مهم لأنه إذا ما حطيتش زيرو أوردر هولد هيطلع معي شيء مختلف فأنا عم بقول له بالفانكشن نفسها ادمج الزيرو أوردر هولد يعني خلي السيستم يحافظ على الفاليو ان بتوين سامبلز هلا بنقدر نعمل له إذا طلع معي transfer function إيش ملاحظين transfer function بدلالة إيش إيش فيها هون variable Z وهلا راح أفرجيكم كيف ممكن نبني إحنا physical realization كيف ممكن نبني digital controller هاي ممكن تصير digital controller أو ممكن تمثل زي ما كانت الS إيش كانت تمثل F of S شو ممكن تمثل ممكن تمثل شغلتين على فكرة إيش ممكن تمثل F of S transfer function لسيستم تمام بس إيش كمان ممكن الS تكون ممكن كمان سيجنال وممكن تكون كنترولر يعني الاف اوف اس احنا لما بفرجيكم انا اف اوف اس ممكن تكون كنترولر مش البي اي دي اللي ترانسفير فانكشن وممكن الاف اوف اس تمثل ترانسفير فانكشن للسيستم وممكن تمثل سيجنال واحد على اس ايش بتمثل انتجريتر بس كمان ايش بتمثل ستيب فانكشن مظبوط اذا نفس الاشي عندي هون هلا هاي صارت تمثل ترانسفير فانكشن بس هاي ترانسفير فانكشن داخل امبيدد في داخلها كابيتال تي قيمة كابيتال تي وامبدد في داخلها فكرة الزيرو أوردر هولد الآن لو بدي أقارن التو سيستم شوف شو راح نعمل راح أرد أعمل مرة تانية one second أنا حطيته one second كان ممكن أحطه value تاني على فكرة لو غيرت الآن وحطيت تي بوينت مرة راح يطلع معك function مختلفة فاهم علي؟ أنا أخذت كابيتال تي بس أنا معرف كابيتال تي لو أنا مش معرف كابيتال تي مش راح يرضى يكمل إيش راح يقول لي؟ unknown value of تي فأنا معرف كابيتال تي في الورك سبيس اذا راح اعمل الان راح ارد اطبع راح اطلع الفانكشن ستيب سيستم سي هلا اعطاني هذا البلوت هذا الكونتينوس ما هو بدي احطهم الاثنين فوق بعض بدي اعملهم سوبر بوزيشن حتى اعملهم سوبر بوزيشن خلينا اول شيء نحط جريد والجريد ايش اعطاني بس هون رسمنا جريد بعدين هلا راح اعمل هولد اون ايش بعمل هولد اون بحافظ على هذا ما بشيلوش هلا لما يطبع برد بطبع فوق فالمفروض هلا نرد ناخذ كمان هلا ستيب سيس دي هلا شو بنلاحظ اول شيء اذا بتلاحظوا احنا حطينا كابيتال هلا هذا الاوتبوت للسيستم للستيب شكل شيء حطينا ستيب احنا دخلنا ستيب اول شيء على الانالوج سيستم هي اعطاني الاوتبوت بعدين طلعنا الترانسفير فانكشن تبعت السيستم بالديجيتال وايش اعطيناه في شغله مهمه اعطيناه شغلتين ايش هم سامبلينج تايم فبتلاحظوا هون عندي هي 0 هي 1 هي 2 هي 3 هي 4 هي 5 طبعا هون السامبلينج تايم واضح انه كبير لهذا السيستم مش مناسب وشغله ثانيه اعطيناه ايش زيرو اوردر هولد شو اللي خلى اعمل زيرو اوردر هولد خلى الفاليو ان بتوين يضل محافظ على القيمه تبعته هذا زيرو اوردر هولد انا ما فيش وقت ادخل بكل التفاصيل بس انا بعطيكم فكره عامه عنها فاعطاني هلا الاوتبوت من هون هلا لو رديت عدت مره ثانيه طلعت ترانسفير فانكشن جديده لو خليت الهولد اون شو بعمل هولد بدون اون لو دخلت هولد بدون اون بعمل توجل اذا كان الهولد اون بعمله اوف واذا كان اوف بعمله اون بس دخلت هولد اون ايش عمالي بقول انه keep holding
فلو هون هلا غيرنا السامبلينج تايم مثلا حطينا شيء ثاني حطينا مثلا 0.5 وسكند راح يطلع معي كيرف ثالث. خلينا نجربها. لو حطينا كيرف ثالث غيرنا تي الان وحطينا تي مثلا 0.05 او احنا قديش حطيناها 1.5 وردينا رجعنا هلا عملنا طلعنا ترانسفير فانكشن جديده. هلا هاي تلاحظوا بتختلف عن اللي فوق، شايفين اللي فوق شايفين اللي تحت، اختلفت الترانسفير فانكشن بسبب ايش اختلاف سامبلينج تايم. هلا احنا الهولد لسه اون، مفروض انه الهولد لسه اون، فلو رديت عدت اخر انستركشن الان مفروض يطبع لي واحد ثالث. خلينا نشوف اذا هذا مزبوط. هاي طبع واحد ثالث، شفتوا الثالث لونه مختلف شوي كل شايفه، فصار عندي هذا طبعا احسن. وكل ما الان صغرت السامبلينج تايم راح الاقي انه هذا بينطبق احسن بشكل افضل على السيستم الاصلي.